اهلا الاصدقاء، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم بطبيعه الحال، حنا مازال في مجزوءه ديال انواع الخطابات، وغادي ندوز معكم النوع الثاني واللي هو الخطاب الصحفي. ديجا خدمت معكم في الفيديو اللي قبل الخطاب الاشاري، عرفت لكم الاشاره شنو هو، عرفت لكم الخطاب الاشاري شنو هو وشنو الاهداف ديالو. الان جات النوبه ديال الخطاب الصحفي. اول حاجه، فاش كنقولوا الخطاب الصحفي شنو كنقصدوا به؟ اول حاجه هو شكل من اشكال التواصل الانساني، شكل من اشكال التواصل الانساني وفن اذاعه الخبر ونقل الاحداث وغيرها من القضايا والوقائع. اذا الخطاب الصحفي حاجه اللي خاصنا نضبطوها بانها هي شكل من اشكال التواصل الانساني. ثاني حاجه، هذا الخطاب الصحفي هو الخطاب اللي كينقل لنا الاحداث وكينقل لنا القضايا وكينقل لنا الوقائع، ويختلف مضمونه باختلاف الفئه الموجه اليها. مزيان، كل فئه وعندها المضمون، عندها الموضوع ديالها، وعندها يعني القضايا اللي كتخصها والوقائع اللي كتخصها والاحداث اللي كتخصها. اذا كما قلنا يختلف موضوعه باختلاف الفئه الموجهه اليها، يهدف الى ايصال المعلومه الى القارئ قصد اقناعه بها. اذا شنو هو الهدف ديالو؟ انه يوصل المعلومه للقارئ باش يقنعو بها. كما يهدف الى تنبيه الاذهان وتنوير الراي العام وتوجيهه معتمدا حججا مدعمه لخطابه ووجهة نظره. طبيعة الحال كي كما مكتوب هنايا كيعتمد على الحجج وفق شروط أخلاقية ومهنية تستوجب عليه الأمانة والدقة والمسؤولية. طبيعة الحال هاد الصحفي هذا اللي غيوصل لنا المعلومة وغيحاول يقنعنا بها، ضروري خاص تكون عنده شروط أخلاقية ومهنية كتخليه أنه يتحلى بالأمانة والدقة والمسؤولية وتجنب الكذب والخيانة وتجنب يعني نقل الأحداث الغير صحيحة والغير الموثوق منها. مزيان، هذا الخطاب الصحفي لا يتجسد من خلال شكل صحفي واحد، بمعنى أنه ما عندوش صيغة واحدة في نقله. ماشي مثلا كنعتمد مثلا غير على الجرائد باش ننقلوا الخطاب الصحفي، لا، وإنما يتشخص من خلال العديد من الأشكال. منها ممكن أن الخطاب الصحفي يكون يعني عندنا في الجرائد، يكون في المجلات، في مواقع التواصل الاجتماعي واللي ولا الآن بكثرة، عاد الراديو، وممكن التلفاز. إذن هادو كلهم هم من بين الأشكال التي تقوم بنقل الخطاب الصحفي. جيد، إذن قلنا الجرائد، مجلات، مواقع التواصل الاجتماعي، الراديو والتلفاز. فقد ظهر هذا الشكل التواصلي، يعني ممكن نزيدو هنايا التواصلي الإنساني، وقد ظهر هذا الشكل التواصلي اللي هو الخطاب الصحفي عفوا في المجتمع الحديث. المجتمع الحديث لعدة أسباب أو لعدة عوامل، منها عوامل اجتماعية، عوامل ثقافية، وعوامل اقتصادية. مزيان، اذا الخطاب الصحفي ما جاش غير ظهروا هكاك، احتكنوا عوامل واسباب اجتماعيه وثقافيه واقتصاديه عاد باش بان لينا هذا الشكل التواصلي او هذا الخطاب الصحفي. فتتعدد انواع الخطاب الصحفي. فنجد الخطاب الصحفي عنده انواع، عندنا المقروء اللي مثلا كناخذوا شي حاجه وكنقراوها، عندنا المرئي، عندنا المسموع، المرئي اللي كنشوفوه، عندنا المسموع اللي كنسمعوه مثلا عن طريق الراديو، وعندنا السمعي البصري بحال التلفاز كنسمعوه وكنشوفوه في نفس الوقت. اذا هادو من بين انواع الخطاب الصحفي، كاينين اربعه نعقلوا عليهم: المقروء، المرئي، المسموع، والسمعي البصري. جيد، طبيعة الحال هذا الخطاب الصحفي غادي يكون عنده وظائف وغيكون عنده اهداف. اذا وظائف الخطاب الصحفي، عندنا ثلاثة ديال الوظائف اللي خاصنا نعرفوها. إذا أول حاجة، يهدف الخطاب الصحفي إلى تحقيق العديد من المهام والوظائف. إذا هذا الخطاب الصحفي طبيعة الحال
ما دار الا باش يحقق لنا شي وظائف ويحقق لنا مهام. اولها انه يقنع، يقوم باقناع او وظيفه الاقناع والتاثير على المستمع، او ممكن نقوله على المقرئ الى اخره، وتعريفه بمحتوى الخطاب ونقله له بافضل صور. اذا هذا الخطاب الصحفي هذا يعني الوظيفه ديالو انه يقنع وانه ياثر لينا في الشخص اللي كيقرا او للشخص اللي كيشوف او للشخص اللي كيسمع، ويعرفوا بمحتوى الخطاب وينقلوا له بافضل صوره. او لا ممكن ينقلوا له عن طريق الجرائد، او لا عن طريق المجلات، او لا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، او للراديو او للتلفاز الى اخره. مهم يكون النقل بافضل صوره. هذا الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه وهي تنميه العلاقات وزياده التماسك الاجتماعي. إذا تنمية العلاقات وزيادة التماسك الاجتماعي. ثالث وظيفة هي أن هذا الخطاب الصحفي كيهدف إلى تأدية وظيفة جذب الرأي العام نحو قضية معينة. فاش كيكون مثلا الخطاب الصحفي كيهضر لنا على شي قضية من القضايا أو من الوقائع اللي عندنا، فهذا الخطاب الصحفي كيهدف باش أنه يجذب لنا الرأي العام شي قضية معينة، أو في شي موضوع معين، أو في شي حدث معين. إذا هكا غادي نكونوا سالينا وتعرفنا على الوظائف، على التعريف الخطاب الصحفي، وغنكونوا سالينا هذا النوع هذا ديال الخطاب الصحفي. نتلاقى معكم فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه الخطاب السياسي. وهكا غادي نقول لكم السلام عليكم.